السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية حساب كتلة الدهون في الجسم؟ الدهون في الجسم ليها أهمية كبيرة جدا، خاصة لمن يطمحون الوصول إلى أجسام مثالية وصحة عالية جدا وجيدة خالية تماما من العديد من الأمراض. الدهون بتسبب العديد من الأمراض المختلفة والمتنوعة التي لها أثر كبير على الجسم، والتي قد تتطور وتسبب الوفاة للجسم. فالدهون تسبب التجلطات الدموية وتمنع وتعيق سريان الدم في هذه الأوعية الدموية، إضافة إلى أنها سبب رئيسي للأمراض المزمنة والتي لا يوجد إلى الآن علاج ناجح لها ولا بأي حال من الأحوال. من أهم هذه الأمراض أمراض السكر والضغط، اللي بيسببوا مضاعفات هائلة جدا عند الإنسان المريض بهما. الأمراض قد تؤدي إلى الوفاة، خاصة إن لم يكن هناك تقبل من الإنسان المصاب لتغيير عاداته السيئة التي تزيد من صعوبة هذا المرض، والتي تزيد من تأثيراته السلبية على الإنسان التي قد تصل إلى الوفاة لا سمح الله. في بعض الأحوال التي تصل فيها هذه الأمراض إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها فيها، هذا عدا عن الأمراض الأخرى التي قد يسببها زيادة الوزن عند الإنسان. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يمكن له الاستغناء عن الدهون، فالدهون مصدر أساسي ورئيسي من مصادر الطاقة، لهذا يتوجب على الإنسان تناولها بكميات محدودة ويحرص على أن لا يتجاوزها. ولقياس كمية الدهون في جسم الإنسان هناك العديد من الطرق التي تساعد على تحديد نسبة الدهون وكميتها إلى نسبة وكمية باقي مكونات الجسم. من أبرز هذه الطرق تعريض الجسم للأشعة تحت الحمراء، حيث تمتص الدهون والتي تكون محيطة بالعضلات. هذه الأشعة الساقطة عليها بينما وفي الوقت نفسه تعكس باقي العضلات، هذه العضلات الأشعة التي تسقط عليها، مما يعطي نسبة الدهون في الجسم. ومن ضمن أبرز الطرق الأخرى التي يتم بها قياس نسبة الدهون هي عن طريق قياس سمك ثنايا الجلد، ويكون ذلك باستخدام أدوات قياس خاصة، وتؤخذ هذه القراءات من أماكن مختلفة من أماكن الجسم، ومن ثم يتم مقارنتها بجداول تم إعدادها مسبقا، بحيث تكون كل مجموعة قراءات دالة على نسبة دهون معينة. وهناك أيضا طريقة لقياس كتلة الدهون في جسم الإنسان، وذلك عن طريق أن يدخل الإنسان في الماء ويغمر نفسه، فيتم تجميع الماء المزاح نتيجة غمره لجسمه في الماء، وبالتالي يتم قياس نسبة الدهون في جسمه. وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة التي يتم بها وبواسطتها قياس نسبة الدهون في الجسم.